انظروا إلى هذا الشاب المسكين، سوف يتم تثبيته بالسلاح، ومن شدة الصدمة والخوف سوف يفعل حمام على نفسه، والآن المعتدي يريد أن يأخذ منه كل شيء يمتلكه، محفظة المال والموبايل وأي شيء. يشعر بالتوتر والخوف ويخرج له ما يملك. لاحظوا الشاب المسكين الآن يحدث معه تبول لا إرادي بسبب هذا الموقف الصعب. انظروا إلى الماء بكثرة على الأرض بكل أسف. احذروا الغدر والخيانة. تابع معي للنهاية لتعلم طريقة التصرف الصحيحة والدفاع عن النفس. Watch until the end to learn the correct way to defend yourself. السلام عليكم. للأسف من أصعب المواقف اللي حضرتك ممكن تمر بيها إن حد يعتدي عليك بالسكين أو بالسيف أو بالسطور. أنت متخيل إن شخص يضربك ضرب عشوائي أو يتعنت في قلبك وفي صدرك وفي وجهك؟ الله يرحمك، خليك عارف حاجة، والله العظيم كل الناس هتكون بتتفرج عليك، الناس هتكون بتتفرج ومحدش هيتدخل نهائي، مفيش حد هينفعك إلا أنت. هتقولي يا كابتن أنا بخاف أنا بنسى، لا، هو بيكون عنده دافع الانتقام وانت عندك دافع النجاة. اتبع معايا التعليمات لعلها تكون سبب في نجاتك بإذن الله. دلوقتي انا ماشي وشفت حد معاه سلاح سكين، العقل والمنطق بيقول ان الهروب بدون مواجهة ذكاء، ايوة اهو اهرب من الموقف اطلاقا. وانا بجري في الشارع عينك بقى على ايه؟ الادوات. لقيت قالب طوب، لقيت كرسي، لقيت عصا، اي شيء استخدمه افضل من ايدك. لقيت العصا اهي، لما اجي هضرب بقى ها وبتحرك معاه اهو في الدماغ، بضرب فين؟ في ايوه قرب مني، في الرزغ. يبقى لما اجي اضرب بضرب هنا مش في السكين علشان ما تفلتش، وبضرب في الدماغ، وبحاول ابعد واقف بالجنب. تاني اهو ها معايا هنا اهو هنا اهو هنا هنا بضرب ضربات ايه متتاليه. طيب ما لقيتش عصا، لقيت كرسي، هستخدم ازاي الكرسي؟ بس في ناس بتستخدم الكرسي بصوا بالشكل ايه كده جانبي كده، غلط. ليه غلط؟ لاني انا بص لو جيت دخلت عليه كده بص هيضربني. تاني لو جيت دخلت عليه كده هيضربني. طب ايه الصح يا كوتش؟ ماسك الكرسي كوقايه كدرع، بضرب كده للامام، ها هننفذ بشكل وقاي، ارجع اضرب، يلا اهو اهو شايفين بستخدم بالشكل ده، وممكن معاه ايه اضرب برجلي، ممكن اضرب في، بحاول اجيب رجل الكرسي في وجهه او في عينه. طيب نروح بقى للاصعب منه، شيل الخوذة. انت دلوقتي حضرتك مفيش مكان تهرب فيه، تمام، ومفيش ادوات، والمكان مغلق، وانت وسط قرايبك، ما قدامكش غير انك تدافع عن نفسك بقى. طيب هو دلوقتي ماسك السكين او السيف، لا اما هيضربك بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده شكله عشوائي، او لا اما هيعمل لك ايه طعنات، هيطعنك. انا ايه اللي مسؤول عن الحركه؟ هو الجوينت، مفصل الرزغ اهو، تمام، انا مسكت العظمه ومسكت المفصل ومسكت الاعصاب، وخير دراع على ذلك التجربه. اقسم بالله العلي العظيم، حلفتك بالله لا تطعن بجد. ها اطعن 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 اطعن. اللي حاسه مش قادر. يبقى انت دايما ماسك المفصل هو هدفك الرئيسي، ولكن اثناء الحركة بقى هنا وهو بيضربك بيكون الموضوع صعب. لازم تقف بالجنب، تمام، اول ما يطلع لك السلاح يلا ايوه ايدك الاتنين يكونوا ممدودين كده زي ما انا عامل ممدودين، وبترجع لورا بتاخد حذرك. طيب ايدك دي الاتنين وهما ممدودين بصوا ازاي كده، قافل على وشي وجهي، تروح على طول ها اضرب يوسف ايوه، تروح على طول بايدك الاتنين داخل فين؟ داخل هنا، داخل ماسك المفصل هنا. طيب وهي ايده تتحرك، اتحرك بس احيانا صعب تتحرك سريع، انك تمسك المفصل ده من اول مره وانت عايز تمسك المفصل صعب، فممكن تلاقي نفسك غلطت وايدك عملت كده. لما انت تخبط هنا او هنا او هنا انت ما غلطتش، تروح على طول على المفصل. والله بص ارجع ورا بجد 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 بجد، ايوه دخلت اهو، مسكت هنا بسرعه المفصل، شايفين اللي حصل؟ يبقى انا اصلا رايح امسك المفصل ده، بس من حركه ايده السريعه، بصوا تاني اهو، من حركه ايده السريعه ها اضرب 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 ايوه اهو رحت معايا. طب بصوا كده حركه ايدي دي بتخايل بتشتته، حركه ايدي بتمشي مع السكين وانت واقف مكانك، حرك بصوا حركه ايدي معايا
دخلت مرة واحدة عليه، أيوة هو ما جابتش المفصل، من هنا رحت هنا، من هنا مسكت المفصل بقوة. هنا بقى المقاومة، هو عاوز يقضي عليك، ها قاوم قاوم قاوم، الله ينور، ممكن يضربك بالإيد دي، فصديت لو ضرب بيها، ولكن هو غالبا هيروح مد السلاح للإيد الأخرى. أيوة لو ادى السلاح للإيد الأخرى تسيب على طول الإيد الفارغة وتروح على الإيد الأخرى، اهو هيدرس السلاح الايد الاخرى، بص اهو دايما انا ايه معايا، ها الايد الاخرى اهي، يبقى دايما ايدك ايدك دايما ايدك دايما بتتبع السلاح، خليك عارف ان ده كله بيتم في ثانيه. طيب انا مش عايزه بقى يضربني بالايد دي، بالايد دي الفاضيه، او ان هو يفضل يبدل حركه السلاح، يبقى انت مجرد ما مسكت الايد على طول خش بالفورهيد بمقدمه الراس في الانف، اهو واحد اثنين، خش بركبتك تحت الحزام وشد منه السكين، شد منه السكين او تزقه وتهرب. تاني يا شباب السلاح ظهر لي اهو، بقى في الوقفه الجانبيه، ايدي مع حركه السلاح اخش على طول امسك المفصل بجامد بقوه قبل ما يلحق يدي السكين للايد الاخرى او يضرب بدي على طول بمقدمه الراس ضربات ايه متتاليه اهو، واحد اثنين ثلاثه، ممكن ازقه واجري، او لو معايا اسرتي وكده لو مش عايز اجري بعد ما بضربه ضربات متتاليه وانا ماسك ايده كده اهي بعمل ايه. بص واحد اطلع فوق تمام، اتنين لف وهات كتفك على كتفه اهو، ثلاثة انزل بوزن جسمك عليه على الارض اهو كده تمام، وانزل على ركبتك، أربعة بإيدك دي ضربات إيه؟ متتالية متتالية متتالية، وشد منه السلاح، أو تضرب هنا وهنا وحط ركبتك هنا واضرب واضرب وشد منه إيه؟ السلاح تمام؟ ننفذ تاني بشكل واقعي، كل اللي إحنا عملناه ده بقى يا شباب هيتم بشكل واقعي، ها اضرب أهو وقت بتجيبها مسكت السلاح بشكل ده أهو اضرب أهو اضرب أهو، رفعت الإيد لفيت وخدته على الأرض، ممكن تزقه وتجري او ممكن تلف على طول ماشي. يلا لما مسكت المفصل طلعت فوق بالشكل ده، ايوه بص بصوا ها لفيت اهو اهو اهو، رحت دخلت جوه انا اهو الكوع بتاعي وكتفي على كتفه ونزلت عليه بالشكل ده تمام اهو بالشكل ده، وانا هنا ها بضرب 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 وبشد منه ايه السلاح وباخده منه خالص. ها قوم يا كابتن يوسف، بسم الله، لما احت حد معاه السلاح ايدي اهي معاه، روح على المفصل، ما جيتش على المفصل امسك بعدين اهو اضرب اضرب انت ساعدني الثانيه، روح مع الايد الثانيه اهو اضرب اضرب، تعمل ايه ارفع وتلف على الارض كده على طول اهو، اضرب 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 وخد منه ايه سلاح. يا رب نكون استفدنا، دافع عن نفسك، نفذ الطرق مره واثنين وثلاثه، استخدم عصا خشبيه معلقه، مهم انك تطبق باستمرار ونتمرن في مكان امن. السلام عليكم، شكرا جو.